الإنجيل عاوز صبر، عاوز الواحد يدرب نفسه إنه يحفظ كلمة الله، يدرب نفسه إنه يسلك في الوصية. سهل؟ قال لا، هي البذرة دي بتطلع بالسهل؟ لا أبدا. كل العوامل الخارجية اللي بنعيش فيها في العالم ضد كلمة الله، ولكن محتاجة صبر طول. أنا أول أقف أصلي بعد دقيقتين ثلاثة خمسة أزهق، أقول إيه ده، أنا مش عارف أقعد. تقعد ليه؟ أصبر، ده إنك واقف وأنا مش حاسس بحاجة، مش متعزي في الصلاة. أصبر، ده من الآباء الكبار جدا كانوا يقفوا طول الليل. تعلموا منين دول؟ صبروا، جاهدوا بصبر كثير، وفي الآخر أثمروا لله. إذا ما كانش الواحد فينا يصبر في حياته، في جهاده ضد الخطايا وضد العالم وضد الجسد وميوله، مش هينجح. يثمرون بالصبر. طول بالك، تأنى، ما تستعجلش، واعطي الكلمة مكان في قلبك واديها وقت. بعد شوية تلاقي حتة نبات صغير كده طالع. ايه ده؟ طالع بعد جهاد وتعب. وخلي بالك ان الجذور الاول اللي بره ده بعدين، وان اذا طلع نبات، يعني لو شفت نخلة طالعة طويلة كده وعالية، افهم ان الجذور قدها يمكن 10 مرات عشان تقدر تقف. المخفي في حياة اولاد الله اكثر من المعلن مئات المرات. ليك حياة داخلية، مش كل الحياة الروحية حاجة باينة. خلي ليك سر فعل الكلمة في الأرض، فعل الكلمة في الخفاء، فعل الكلمة في القلب الجواني، في الإنسان الداخل. خلي كلمة ربنا تعمل فيك، مش لازم كله يبان. خلي ليك أسرار مع الله حدش يعرف، وخلي كلمة الله تثمر فيك، تنمو في داخلك، فيبقى قلبك مليان بالإنجيل وفكرك مليان بكلمة الله الحية الفعالة التي هي أفضل من كل سيف ذي حدين.